في شرطه للاثار يعني. في شرطه السياحه والاثار نعم وتتعاون مع تحتاج تطورها شويه طالما بنتكلم على شرطه السياحه والاثار لها قطاعها تبع جهاز الشرطه تبع الداخليه تبع وزاره الداخليه وهي بتطور من نفسها الحقيقه وفعاله يعني حضرتك لو شفت في الفتره الاخيره كم الجهد اللي اتعمل اقدر اقول ان هي بدات تستعيد قوتها لان في الثلاث سنين المباشره يعني قبل السنه الاخيره دي كان في ضعف شديد في الاربع سنين بتوع 25 يناير سرق ما سرق ونهب ما نهب اضعاف ما كنا نتخيل اضعاف لكن ما تقدرش تحسب انا بقول اضعاف ليه لان بتبص للمناطق اللي حصل بيها تعدي كتير اكتر حاجه ايه يا فندم ألمتك شخصيا كاستاذ كم حفر الخلسه اللي احنا ما نعرفش بيه لان اللي بيتهرب وهو مسجل سواء في مخزن او في متحف او منطقه كانت له تسجيل هيرجع اللي خرج وانت ما تعرفش بيه فانت ما انتش عارف كم وقد ايه وما هواش مسجل وبيحصل حتى في تعبير قلته لما كنت في المانيا في المؤتمر اللي فات كان في مؤتمر في المانيا اللي في المانيا لسه الاسبوع الماضي كان على وضع رؤى لتقنين او لوضع قيود للاتجار في الاثار المهربه الحقيقه متعاونين جدا في المانيا ودلوقتي بينظروا كمان ان هم يطوروا في القانون يضعوا فقرات في القانون لهذا في قانونهم هم